اليوم لقاء مع المهنيين المختصين في المجال. جمعية IM3D كتمثل القطاع خاص ديال المختصين في محاربة الجردين الزواحف والقوارض والحشرات عفوا. الجمعية اليوم نظمت هذا اللقاء جميع الناس، يمكن لهم يكونوا مخرطين غير مخرطين، يكونوا يوم طلاب مثلا، يكون بحث علمي، ماشي مشكل، مرحبا به. اليوم سيتون واحد اللقاء اللي جبنا معنا خبراء، واحد في المقاربة تجارية، كيفاش نقرب الكليان وكيفاش كننصح الكليان وكيفاش كنبين لي واحد القيمة واحد النيفو وكنبيع لي الخبرة ديالي. سميتو كريم القادري ودكتور كريمة مرجان اللي هي كتعاون الشركات في النورماليزاسيون دو لا بريساسيون سيرفيس. راه كاينين دي نورم في المغرب و دي نورم دوليين اللي هما خص الشركه الصناعه مثلا مختصه في الصناعه ديال المواد الغذائيه خص تطبق، اللي هي داخله في الجوده، في الجوده ديال المواد الغذائيه. وكبريستاتير دو سيرفيس، كمختص في المجال، حنا كندخلوا في جهه النظافه بباب النظافه، وعندنا واحد المسؤوليه في هذا الكاي دي شارج نورماتيف. الكاي دي شارج نورماتيف كيحتاج ان نطلعوا شويه النيفو في الكوتي دي كومبيتونس. المجال في المغرب ما مقننش، ما منظمش 100%. كان واحد تقنين ديال المنتجات كيماويه، ولكن ملي كنقربوا المهنيين اللي كيستعملوا هذه المبيدات، ما كاينش رخصه، ما كاينش مركز تكوين، هادشي راه المعلومه اللي هي ناقصه. دونك حنا اول حاجه اللي درنا كجمعيه، حاولنا نديروا هذا المجهود باش نديروا هذا اللقاء ونوصلوا المعلومه ونقربوا الخبراء في المجال ديال النظافه ولا في المجال ديال التجاره ومن غير ولا بصفه عامه في المقاربه ولا العلاقه مع الكليان، مع المختصين في المجال اللي هما عندهم واحد الخبره تقنيه ولكن الدومين ديالهم ولا الخبره ديالهم ما معروفاش مزيان عند الناس. كذلك الجمعيه دابا الان وصلت واحد المشاركه مع وزاره الصحه اللي غتعطي الراي ديالها في المجال ديال محاربه الافات، وسورتو في لي غاغل ديال القواعد اللي غنحطوا باش ما يمكنش غدا يكون اي واحد شاد البومبا شاد المبيدات ويمشي يستعملهم بطريقه غير تقنيه ولا ما عندوش حتى شي باز دو كومبيتونس كما كنسموه، ما عنده حتى شي ما دوش واحد التكوين اللي غادي يعلمو شنو هو البيولوجي ديال القوارض ولا شنو هما المبيدات ولا الخطوره ديال المبيدات. كذلك الجمعيه كدير هذا المجهود باش توصل المعلومه. الهدف ديالنا غير ربحي، حنا بغينا غير المجال يتطور، وبغينا حتى المواطن يكون حافظ ضد المشكل ديال الحشرات الضاره.